جميلة عزيز أعلنت إصابتها بسرطان الثدي، وبعد علمها بالمرض دخلت في حالة نفسية صعبة وبتطالب الجمهور بالدعاء إنه ربنا يتمم شفاها، وقالت إنها الفترة الجاية هتعمل عملية لاستئصال الورم. مش جميلة عزيز بس اللي أصيبت بالمرض الخبيث، لكن في نجوم كتير تعرضوا للإصابة بالمرض، وكل واحد فيهم كان ليه رسالة وقت المرض. فاروق الفيشاوي: عملت بعض التحاليل والفحوصات والأشعة ودكتور المعالج قال لي فاروق انت عندك سرطان. قلت له سرطان يعني صداع؟ فقال لا يا فاروق انا بتكلم جد. قلت له وانا بتعامل جد، انا هتعامل مع هذا المرض كأنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر عليه وأهزمه. كندا علوش: لما عرفت بإصابتي بالسرطان قعدت متنحة شوية، بس ما انهرتش ومعيطتش، ربنا نزل عليا من أول ثانية سكينة وطمأنينة رهيبة من وقتها، وبقالي سنة وشهر بتلقى العلاج الكيماوي، وعمر جوزي كان بيصر إنه يجي معايا جلسات الكيماوي، وكنت بقرأ قرآن خلالها، وقررت أعيش حياتي بشكل طبيعي لأن أولادي صغيرين، فما ينفعش أدخل أجواء المرض للبيت، وكنت بسيبهم في المصيف كل أسبوع أجي أخد جرهة الكيماوي وأرجع في نفس اليوم، وده كان شيء مرهق جداً. أحمد زكي: لا أعتبر آلامي ملكاً لي لوحدي، تعودت في حالات مرضي السابقة أن أعالج نفسي في هدوء وصمت، لكن هذه المرة لم أتمكن من ذلك، وأشعر من حولي أنه لابد من مساعدتي بحب الناس ودعواتهم لي بالشفاء، ورغم آلامي إلى أنني سعيد لأنني اكتشفت أنني جمعت في سنوات عمري ثروة طائلة وهي حب الناس. إليسا: أنا تعافيت وقاومت المرض وغلبته، الكشف المبكر لسرطان الثدي قادر على إنقاذ حياتك. لميس: من يصاب بالسرطان يختبئ ويتجنب الكلام عنه، وشفائي نعمة كبيرة، ومن النعم اللي في حياتي بجانب ابني أن الله أخذ بيدي من المرض الخبيث. ربنا يشفي كل مريض سرطان، أنت أقوى من المرض وقادر تتغلب عليه وتهزمه.